بالمناسبة الأهلي بيستعد لمواجهة الترجي وهو عنده مجموعة أرقام تعالوا نفكر حضراتكم بيها. مبدئيا كده الأهلي صعد لنصف النهائي للمرة 19 في تاريخه والرابعة على التوالي في تاريخ مشاركاته في بطولة دوري أبطال إفريقيا بالمناسبة سواء بمسماها القديم أو حتى الجديد. كمان النادي الأهلي فاز بالبطولة 10 مرات وطبعا ده رقم قياسي إفريقيا لأنه بيأتي بعديه بمسافة يعني أندية مازيمبي الكونغولي والزمالك برصيد 5 بطولات لكل فريق منهم بيليهم الترجي التونسي برصيد 4 ألقاب وكل من كانون ياوندي الكاميروني وهافيا كوناكري الغيني والرجاء والوداد المغربيين برصيد 3 ألقاب لكل فريق منهم. إن شاء الله يضاف لقب جديد لقائمة بطولات النادي الأهلي إن شاء الله عن قريب ونسعد ونحتفل مع كل حضراتكم إن شاء الله. بص بالنسبة لمباراة السوبر برضو عشان انت اكيد اتكلمت عنها امبارح يعني باستفاضة طبعا وكل الزملاء في المنابر الاعلامية اتكلمت عنها بس الحاجة اللي بتبقى حلوة غير النتيجة ان الاهلي بيفوز يعني ده حاجة طبعا ده شق اساسي بس الشق التاني بيكون الرحلة نفسها يعني فكرة ان انت بتسافر علشان اصلا غرض ان انت بتشجع الفريق بتاعك مهما كان وفي اي بطولة وفي اي بلد هو بيسافرها دي حاجة. الحاجة التانية بتنزل دولة طبعا الامارات دي مش هنقول عليها دولة غريبة او دولة اجنبية لا يعتبر طبعا دولة مش هقول شقيقة والكلام برضو بتاع التلفزيونات ده بس الامارات ما هياش غريبة ابدا عن مصر ويعني احنا فعلا ما بنحسش وهي 3 ساعات ونص يعني ما فيش فكرة ان انا احس ان انا مسافر اصلا فدي كانت حاجة حلوة جدا. الاجواء هناك من ساعة ما بتنزل من المطار حلوة يا كريم الناس هناك كلها اللي سافرت لما رجعوا بيحكوا لنا الاكسبيرينس بتاعتهم ناس انبسطت جدا هي مش قصة بس ماتش انت رايح تحضره هي رحلة كاملة مشوار كامل بتبتدي من لما بتسيب بيتك في مصر لغاية او حتى على فكرة كان في مصريين كتير جدا واهلاوية مسافرين مش من مصر تحديدا في اللي راح من السعودية وفي اللي سافر من البحرين وفي اللي جا من دول اوروبية عشان يحضر هذه المباراة فالأجواء كلها كانت لذيذة الاستقبال هناك كان جميل التغطية كانت أكثر من رائعة حفل الختام كان جميل برضو تامر حسني كان عامل أداء رائع جدا الناس كانت مبسوطة جدا فكل ده بيضاف برضو لفكرة الاكسبيرينس اللي الواحد بيروح بيسافر ويحصل عليها فلا كانت زي ما بتقال تجربة ناجحة والحمد لله بطولة ناجحة بكل طبعا المقاييس ونهاية أكيد بيفوز النادي الأهلي يعني.